ده يا ابني حاجه بسيطه خالص. ربنا يخليك ويعمل بيتك ويزيدك في النعيم. امال ايه السلام الحلو ده يا عم؟ ربنا يخليك. ده حلقه كده اسمها سكسوكه. ايه الحلاق استغل اني نايم وحلقها لي؟ جسد ولا لا؟ وايه اخبار الاعترافات؟ حلقه جديده اسمها السكسوكه. ايه الحلاق استغل اللي انا وبالنسبه للاعتراف كل يوم بروح اعترف عند لا ماشي مش مشكله ما انت في الحته يا ده الشباب كمل 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 يا رب موت بقى في المنتج يا رب. وبالنسبه للاعتراف بساله تاني ورقم ومتجسس الساعه. وبالنسبه للاعتراف بعد موظف قول الجمله بتاعتك كلها تاني من الاول. قول من اول الجمله بتاعتك عشان قال لك كلها غلط. بحاول يا فلدوس افندي. قول الموزه قول تاني. انت نسيت انا بكره حكوك. لقيت نظرنا المسيح النهارده. جبت شويه موز لمنقريوس هياكلهم ويربى. يا سلام ربنا يزيدك من نعيمه ويخليك لينا يا فلدوس افندي. ثانيه واحده هنادي لك عليه. يا منقريوس. اقفل بقى. قول لي بقى يا منقريوس يا ابني، ايه اخبارك الروحيه؟ واخبار مواظبتك على حضور القداس والاعترافات ايه؟ يا ابني سيب الموز ده يا ابني دلوقتي، ما انا جايبهولك هتاكله لما امشي. قول لي يا منقريوس يا ابني. تاني 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 تاني. واحد. اصبر بقى. واحد اثنين ثلاثة. اللي اقول لي يا منقريوس يا ابني. ازيك يا منقريوس يا ابني؟ قول لي ايه اخبارك الروحية؟ وايه اخبار حضورك ومظبطك على القداس؟ وايه اخبار الاعتراف؟ وايه اخبار الصلاة بمخدعك؟